موديول إدارة المعدات وخطوط الإنتاج المقدم من شركة Engineering Systems. أحد أهم معايير تقييم الشركات ما تملكه من أصول ثابتة ومتحركة، واللي ممكن حصرها في برنامج إدارة المعدات وخطوط الإنتاج بكل تفاصيلها، زي سنة الصنع، رقم السيريال، قدرة المحرك، بالإضافة لإمكانية تسجيل حالة كل معدة مع قطع غيارها والربط بين الأصناف المخزنية مع أنواع المعدات. كمان بيسجل كل مصروفات المعدات زي الزيت والفلاتر والسيور إلى آخره، وممكن في أي وقت طلب كل أنواع التقارير الممكنة للمعدة. الرنتال فاليو ستادي أو القيمة الإيجارية المناسبة للمعدة اللي بيتم حسابها بطريقة متقدمة بحساب الثمن الأصلي والإهلاك ومعدلات الاستخدام القياسية لتحملها في النهاية على المشروع. نظام إدارة الصيانة أو الـ CMMS Computer Management Maintenance System بنوعيها، الصيانة المخططة أو الغير مخططة، لما بيحصل عطل مفاجئ في المعدة بيبعت مدير التشغيل طلب إصلاح من الموبايل على السيستم، فيرد عليه مدير الصيانة بعمل أمر صيانة مباشر بيحدد فيه الفنيين أو المهندسين المسؤولين مع قطع الغيار المطلوب صرفها والإجراءات المفروض تنفيذها لغاية ما تنتهي المشكلة بعلامة تمت، وبالتالي يمكن مراقبة أداء الأفراد ويظهر بسهولة المسؤول عن تأخير الإصلاح. الأهم أنه بيكون موجود هيستوري كامل لكل الصيانات للإحاطة بحالة المعدات. في حالة تكرار الأعطال بشكل غير طبيعي لمعدة بعينها، بيبعت النظام تلقائيا رسالة تحذير أنها وصلت لقرب انتهاء عمرها الافتراضي ويفضل استبدالها. أما الصيانة الدورية المخططة لكل معدة بتتحدد على السيستم مسبقا، إما بعدد ساعات التشغيل أو بكيلومترات أو الاثنين مع بعض، وبنسجل على السيستم خريطة كاملة لجداول الصيانات الشهرية مع إمكانية تطبيقها على مستوى الأنواع ككل. يعني مثلا لو كل المولدات مفروض صيانتها بعد 500 ساعة تشغيل، يكفي كتابة سطر واحد في السيستم، فتطبق القاعدة تلقائيا على كل المولدات المسجلة عنده مرة واحدة. ما سبق للمعدات الثابتة، لكن كمان مدمج مع السيستم إدارة الحركة، وفيه بيدخل مدير الحركة يستلم طلبات حجز معدة معينة لمدة محددة زي السيارات النقل أو الأوناش والروافع، بحيث يعين كل معدة في موقعها في وقتها مع السائق أو العامل المشغل لها بسهولة، وبيظهر له بوضوح معدلات تشغيل العمال والمعدات كثيفة أو قليلة الاستخدام. وبكده بيجمع نظام إدارة المعدات وخطوط الإنتاج بين حصر وتسجيل المعدات وأوامر الصيانة المختلفة وأوامر الحركة كلها في نظام واحد متكامل، بتخلي كل التقارير الممكنة واضحة بين إيدين متخذ القرار لإدارة معداته بسهولة وبأعلى كفاءة ممكنة.